حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان، بعد التحية. إذن مرور شهرين تقريبا على بدء الأزمة القطرية، إلا أن النظام السياسي القطري ما زال يراوح مكانه، لم يصحح، لم يغير في مسار سياسته، بل ما زال مستمر في التصعيد والتعنت والمكابرة. طبعا لم يحترم الوساطة الكويتية، بدأ يتخبط سياسيا، لم يحترم عقل شعبه ولا جسده الخليجي ولا حتى عروبته، بل أخذ من إيران ونيس وما أخبثه من ونيس. تحليلك لهذا المشهد خلال شهرين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد انه يعني اصبح من الواضح ان يعني خطوط الرجعه للسلطه القطريه في الدوحه اصبحت اقل، وهذا ما فعلته سلطه قطر، بينما الدول المقاطعه بالاضافه الى مصر كلها كانت ولا زالت تفتح كل ابواب الحوار وتسعى الى ان تقدم قطر أي شكل من الاستجابة لمثل هذه المتطلبات التي هي في الواقع متوافقة مع القانون الدولي ومع كل الرغبات العالمية، ولكن من الواضح أن استمرار الدوحة في لعبة السياسة المتناقضة باللعب بذات الأوراق وضدها مع جميع الأطراف، وهذه الحقيقة خطورة كبيرة جدا. هذا من وجهة نظري على المدى الطويل سيؤدي إلى عزلة قطر، سيؤدي إلى خلل في حتى استراتيجية قطر وفي شخصيتها وفي هويتها، والسبب في ذلك أنها يعني ستسمح لأطراف أخرى بأن تكون لاعبة رئيسية هي في سياستها، وتحديداً إيران وتركيا. هي سمحت قطر بأن تكون هناك عوامل أخرى أو عناصر أخرى تدير السياسة القطرية طبعا، ولكن ظهورها وتأثيرها سيكون أكثر مع تقادم الزمن، ويعني هي سمحت الآن ومنتشية باعتقادها بأن هذه الدول ستقوي من موقفها، ولكن هذه الدول لديها أهداف وهي ستبدأ بالتدخل تدريجيا في السياسة القطرية، وقد تنتهك قطر، وقد نرى يعني صورا لهذه الانتهاكات على شكل ميليشيات، على شكل قواعد عسكرية لها تأثير معين وسلطة من خارج الدولة تدير مفاصل هذه الدولة، وهذه الإشكالية. أنا أعتقد أنه يعني لابد من 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 الحذر في الداخل القطري إذا ما استمرت القيادة القطرية بهذا الاتجاه، لأن هذا سيؤثر. قطر ليست مستعدة لمثل هذه مثل هذا الشكل السياسي، لكونها أولا صغيرة المساحة وعدد السكان قليل، فمن السهل ومن السرعة السيطرة على هذه الدولة. فلذلك أنا أعتقد أنه يعني هناك تعنت، هناك تعصب تجاه مطالب الدول الأربع، وهذا سيضر قطر. وأعتقد أنه يعني المسار الذي تسير إليه الدوحة في هذا الوقت يعني للأسف مسار ضد التيار، ومسار له آثار سلبية قد نشهد بداياتها مع خلال الأشهر القادمة. قراءتكم دكتور لإعلان وزارة الدفاع القطرية عن تدريبات عسكرية مشتركة مع جمهورية تركيا اليوم وغدا، هل تتفق بأن قطر لجأت لعسكرة القضية؟ أنا أعتقد أن هذه كلها محاولات ل يعني إرسال رسائل إلى الدول المقاطعة بأنه الدوحة يمكنها أن تقيم تحالفات عسكرية، وأعتقد أن هذه القضية ليست هي القضية الأساسية، القضية ليست القضية عسكرة أو تدخل عسكري. دول الخليج لا تفكر ولم تفكر ولن تفكر ابدا بان حلول هذه الازمه بينها وبين قطر هو تدخل عسكري ابدا، ولذلك الاسلوب الذي اتخذ في الدوحه اسلوب يعني مثير للقلق ومثير للتساؤلات. لماذا يتم الذهاب الى عسكره القضيه بدلا من البحث في اسبابها الرئيسيه؟ دول الخليج أنا أعتقد أنها لن تنظر، بالإضافة إلى مصر، لن تنظر إلى هذه الرسائل التي تحاول أن ترسلها الدوحة، ولكن أعتقد وأجزم تماما أن خطورة مثل هذا العمل
من عسكرة القضية على قطر أكبر منه على جيرانها. قطر لا تشكل جغرافيا ولا سكانيا سوى عدد قليل، وأي قوة ستدخل إلى هذه المساحة الجغرافية الصغيرة سوف تسيطر عليها وتنتهك الكثير من حقوقها، وقد نرى أن تكون حتى الرمزية السياسية في قطر مجرد خلفية لقضايا أو لتوجهات سياسية سواء في طهران أو في أي مكان. إذن من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي خشبان، شكرا جزيلا لك.